هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو محضرنا اليوم؟ اليوم مطبخ لبناني، مطبخ مفضل عندنا شخصيا. اليوم حنعمل شيخ المحشي. هلا كمان تسمعي ببلاد الشام شيخ المحشي، كل كمان برا بتسمي شيء. بلبنان نعمل نحن شيخ المحشي، هو باذنجان الطويل محشي بلحمة وحطوا فيه غزبة شعيرية اكيد صوص بندورة. حنعمل ليلة لبنان اللي هي حلو معمول من الحليب وسميد مع قشطة على الوجه وقطر، وحنعمل دغدغة ولوبي بالزيت. يلا فاثنين ميزة اللي هن مدغدغة ولوبي بالزيت، بعدين حنعمل باذنجان شيخ المحشي وليلة لبنان. حنبلش ناخد اول شيء الباذنجان. يلا لبنان بينعد من المطابخ اللي فيها كثير مزات شيف. كثير مزات، عندك اكثر من 200 مزه يمكن. المطابخ الغنيه كثير بالمزات. يعني اكثر بلد مثلا بالعالم في مزات ولا في؟ بعتقد يمكن في تركيا عندنا قدنا نحن، بس نحن عندنا اكثر مزات. المطبخ اللبناني اكثر. يعني بعتبر المطبخ الشامي يعني بلاد الشام بالاجمال، لانه بين سوريا ولبنان يمكن لبنان عنده شويه مميز اكثر. هلا الباذنجانه حنقشرها شوي، حنقشرها ما اشرها.